كيف ما كتشوفنا اليوم عندنا وقفة احتجاجية أمام محكمة استئناف بطنجة مع دفاع الضحايا ديالنا، وأنا الشاهد الواحد اللي كاين حنايا حد الآن. جينا باش نطالبوا بحقوق الضحايا، باش نطالبوا لا الاستغلال بحال اللي كتقول الآنسة اللي معنا، لا الاستعمار. كنطالبوا بمحاكمة عادلة للمتهمين، وكنتمناو انهم ما يخرجوش، اللي دخلوا كاع ما يخرجوش، حيت داروا بزاف الحاجات، بزاف تعدوا على بنات، تحرشوا ببنات، استعمروا البلاد بواحد الطريقه اللي هي كبيره، استعملوا لو بوفوار ديالهم. دونك حنايا عندنا ثقه كبيره بالقضاء المغربي، بالشرطه المغربيه. انا مور لا كونفيرونس الاولى تعرضت لواحد التحرش كبير في لي كومونتير، في لي ريزو سوسيو، لي زابيل ماسكي، tout type d'intimidation, diffamation. خرجوا كيهضروا علينا في لي لايف، قال ما خلاو ما قالوا علينا، ولكن بحال اللي كنقولوا حنايا صامدون صامدون حتى ديو الحق ديالنا. الجمعية المغربية لحقوق الضحايا كما كتعرفوا تبنات بطلب من الضحايا ملفاتهم في إطار الاعتداءات الجنسية اللي تعرضوا لها في شركات أسي 2000 اللي هي في ملك المدير السابق، الرئيس المدير السابق جاك بوتي، اللي هو معتقل الآن على خلفية هذه الجرائم التي ارتكبها في المغرب وفرنسا. اليوم في إطار هذا الملف اليوم المعروض المغرب، كاين جلسه ديال التحقيق اليوم، جلسه في اطار التحقيق التفصيلي اللي فيها طبعا 6 المتهمين في حال اعتقال احتياطي تم ايداعهم بالسجن، 2 ديال المتهمين في حال سراح، متابعين في حال سراح، وهناك مشتكى به اليوم عنده التقديم فرنسي الجنسيه، عنده التقديم هذا الصباح امام السيد الوكيل العام الملك، وكنتظروا القرار ديال النيابه العامه بالنسبه للشكايه الموضوعه في حقه. كاين شكايات اخرى اللي غادي تجي مستقبلا ديال ضحايا اخرين، حنا كجمعيه في اطار التواصل معهم من اجل تكوين ملف طبعا، واطار الاستماع لهم وتكوين ملف قانوني باش نوضعوا الشكايات ديالهم امام السيد الوكيل العام بهذه المحكمه.